أحكامتا إيه آدابتا أو باهانته مهم كأه سي أي نوسي أغانو طبان كان أرمات با كاميدا مدى كوباد وحوية ونوشي دي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيسي صحيحة ها مركا يسوق قلان طبان كان عشو بيش عرفوه الرأي قف كدون ينف أضحية ذا إنو قلو إنانو إسكاقور عديها إيتماها مركو يدا قلا كدب وإسكاقور عديها إيتماها إسكاها قاتيو ساسو النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيح مسلم كسقنا من حديث أم سلمة نافك اللي قورع يد أديس واسدح جر سوى يا شعاد لقعوني كره هدي أنا سدح جر كقفك هلنا ناف اللي بتشره إذا أبا كف لم النبي عليه الصلاة والسلام وحيابا أدابت إذا وحكم إذا سلامتها من العيوب إنانو نافكو عيب لهين وإلهي وحدكو عاميساها كهرقين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلهي وحدكو عيلي هاي وحدكو عيشين قاري ميسان شارو وحكب بحسان وحدكو عيشين نبي عليه الصلاة والسلام حديث كي صحيحة وحكو الأربع لا تجز أفر حولها كمده وضحية ذا مقه ورعان وضحية ذا مقه ذايا العوراء والعرجاء والكثيرة والمريضة نافك روتينا يا وعدك يسوى حرين مايو يا نافك عورنا إشراء يا نافك بكا يا كويدة وحوقف لبدن لقلو ورنك روف كاري قنا وقت ينام كواسك يتال دري ورنك يا شبان بالهلا يا إذا ها ورنك كفل لبدن يريها رسولك صلى الله عليه وسلم وحا وضحي هذا كسما يسيدو تلمام أي حديث كالسحيحين كأنا سورين أيو ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وحا وضحي هذا كسما يلبوان وشلشلي سو قيسالي نأريقو مركو قيسا يا شاوا مركو ناحو وينادو وعال عد دي أنا عدان هيلين قفكو نوائنو مدوية شارقين ونمدوية عدان بنصيب وناك سوو دحجره مركا نيف بنيفك او كهلي بدنيه او كنفق بدنيه او كسي فضل بدنيه وقت قال لك ورعيو نبي قال انه شيخ عليه الصلاه والسلام وحولها صلاه كهر قفك قال نيفك فانما ذبحه لنفسي وشرو نيفك نيفك هيركي سوق قالوا اسغا ايا او غاريه هديك لو بعد الصلاه وقال نفق تم نسكه واصاب سنه المسلمين سنه سي سنه مسلمين تو راعي عمل كيسا سنو دمايستر ماي سكات فدرغ عيده وحلا بخيا صلاه كهر نيف كان ودخيدنا وحلا قلا صلاه عيد كدي وقتي سوو خصونيا الى ايام تشريق عيد يا صدح دم مالومود كدنبيه وحيابها هبون وحا كميدا قفك اسغ ودخيينيا نيف كان دي وا عباده انو غانتيسا كو غورعو waa laga yaaba reer magaalka qaar kood inay badawnimo hayso aanay garan ba sida loo gowracay sidoo nabiga gacantiisa shariifka uu gowrac jiray sallallahu alayhi wa sallam haday geelatahay iyo haday ariga tahayba waxaan oranayaa bismillaah wallahu akbar allahumma hadha minka walak ilaaha yow naf kan adaa isiyay adiga aanan kugu cibaadeysanaya hadii qofku jaani suwaayo تجوز له الوكالة عدو وكيلا كرا سيدو النبي قبا صلى الله عليه وسلم قيلي بطنا وقلي بطنا علي بن أبي طالب وقو وكي شيء وروح تمر كآه اسكعب هذا السنة كو قلي ساء أما قفك كو قلي أما دائرت والله وكيلا كرا قفك هوش سيوان أكسن وقبنيا وحفي عنا يفك مركا لقلي الإحسان في الذبح أذابت كمت إن قور على هكاتيو وأنا سو قادنين برتي دمر كل حاحده كتب جيرين وانا نافك كو كركرين واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه غورع قرحيه وناجيه كو خرغوده ابو النبي قال صلى الله عليه وسلم مركه نافك غورع عيسان او راخيه من ديدا افيه مر عصب سو قادون من ديها كلا كو جيرين او مركيبا كلا جريس نافك لبدا بي ابو فلي لبدا هنغري waxyaabaha sunnayaasha waxa kamida inaad ka fiirsato neefka habka aad u qaybinaysaa ama arigaad qashayda waayo
midan laga badiyaa fiican oo qofka ilaahay u sahlay dhaqaalahaya sida uu nabiguba labada u qalay maalintii xajka uu joogayna boqol geela buu qalay waxaa laga yaabaa $1,000 inay maanta ku gooyaan labaatan adhiya $500 waxaa laga yaabaa inay ku gooyaan 10 neef adhiya ood masaakiinta iyo fuqarada iyo cisbitaalada iyo u qaybiso marka neef uun inaad ku midtida maaha qofka kari karaya meel aad u qiimo badan buu dhacayaa waxa wanaagsan inuu kordhiyo oo badiyo marka wuxuu u qaybinayaa 3 qaybood qayb ehelkiisu ay cunaan iyo qayb hadiyad ahaan ugu bixiyo dadku ixtiraamayo iyo qayb sadaqa ah aadaabtu waxa weeye daruurina awaliban qofka neefka kuu qalaya rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee lacag kaasha in la siiyo oo aan hilibka waxba laga siinin hilibka meel gaaraa la doonayaa tanna waa mushqaayadii sidaasuu nabigu faray sallallahu calayhi wasalam cali ibn abi daalib innagaa jeebkeenna ka siinayne hilibka waxba mushqaayad ha u siinin buu marka waa in qofka la yidhaahdo lacagta kordhisa laakiin hilibka waxba kuma lihin udxiyada iyadaa waxaa iska bannaan qofku naftiisana inuu ka gowraco isagoo ilaahay u dhowaanaya ehelkiisii dhintayna sida waalidkiisii iyo dadkii ehelka ahaa inuu iyagana niyaabatan canhum ka gowraco oo uu isku daro hadduu neef yahay haddii uu ka badan yahayba labaduba way bannaan yihiin tobaneeyadaashaybaa waxay ka mid yihiin aadaabta camalkan saalixa fadligiisa uu ku badanayo ee sunnaha nabiga waafaqsan sala allahu calayhi wasalam